أطول لي قرنكم، أطول مجالسكم وطيب أفواهكم بذكر الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان، ومن بكى عليهم أي مخلوق كان. يا باب نجاة الأمة ويا أبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ثاويا يا ثاويا في ثرى الرمضاء، ليس له بغير سقف وشيج السمر تضليل، وميتا وميتا كفنته الريح ولا سرير له بالطف محمول. هل زرت جنة عدن؟ هل زرت جنة عدن وهي في جزع عليك أمنك طرف الخور مكحول؟ أم هز عتبك بشر، أم هز عتبك بشر في النعيم وفي خبى النساء ضرام النار مشعول، وأبرزت في السباع منه مروعة، وأبرزت في السباع منه مروعة، قد ضاق فيهن عرض الأرض والطول كأن
سلكها انحدرت مذ سلكها بأكف الرعب محلول قد شق كل فؤاد من تصبرها صمصام وجد بكف البين مسلول فما قعود نزار بعدما حملت في السبي نسوتها العجفل المهازيل أسرى حواسر بين القوم أوجهها لكن عليها جلال الله مسدول الله أكل سيرك تقريع وتبغي بعين كافلها يعني بعين الإمام زين العابدين والإمام ينظر يعني بعين كافلها بالصوت وحسينا بعين كافلها بالصوت توسعها ضربا وكافلها مغنى ومغلول واحتاض عن رمحه طشت النظار كما للشمس في نقط الأبراج تحويل مرتلا آي أهل الكهف وهو لها بحمله فوق رأس الرمح وشو تأويله؟ قبل النور غرته فكيف يستره طشت ومنديل من روب مياد راس شايلين نور النبوة يلوح من غر الجبين متعجبين
ايش عندك يا زينب؟ راح عزك يا زينب راح دلالك. ابكي على رجالك يا زينب. الا من مناد وحسينة. شو تقول زينب؟ شو تتذكر زينب من زمن اول؟ تقول اركب المطيه والسفر ينحل القوه يا قام ويانا على بعض الاضواء قالها العدو هيهات ما يرحم لا تطلبي ذبحايا سكت والله يا مروه يا بيه واخواتك
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله على محمد وآل محمد على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قوله عز وجل من قائل في محكم كتابه وشريف خطابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم بفضله وببركاته بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية الكريمة وكما هو حال آيات أخرى في القرآن الكريم تتحدث مولانا عن ماذا؟ تتحدث عن العاقبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن اتقى. لمن اتقى يعني نجد هذا المعنى، نجد هذا المصطلح تقييد، تقييد معنى التقوى مثلا أو مصطلح التقوى تقييد للعاقبة الحسنة. لو بتتأمل في القرآن الكريم تجد هذا المعنى موجود يعني بين مكان وآخر. مثلا على سبيل المثال نضرب لك مثل بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا يعني ماذا؟ بادروا. يقولون المسارعة بمعنى المبادرة يعني إلزم المبادرة، إلزم زمام المبادرة، حاول أن تكون في المقدمة دائما وأبدا. يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه تفسير الأمثال عندما يتعرض إلى هذه الآية الكريمة يقول التسابق عادة ما يكون بين اثنين وأكثر. التسابق أو هنا المسارعة بمعنى المسابقة يعني حتى هذا المعنى موجود إلها. يقول سارعوا يعني إلى مغفرة من ربكم، سابقوا كونوا أسبق، كونوا أنتم أسبق من غيركم إلى أن تنالوا، إلى أن تتحصلوا على هذا الأمر. شو يسارعوا لماذا؟ ما هو وجه المبادرة؟ لماذا يبادر الإنسان؟ لماذا عليه أن يبادر؟ ولماذا عليه أن يسارع؟ ولماذا عليه أن يغتنم الفرصة حتى لا تضيع؟ فعلا الفرصة كما قال أمير هذا الكلام منسوب ترى إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اغتنم الفرص. هذا ليس كلام إنسان عادي وإنما هو كما هو معلوم منسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حيث يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب أو في لفظ آخر فإنها تمر كما تمر السحاب. المعنى واحد إذن المبادرة المسارعة. لماذا يسارع الإنسان؟ لماذا يبادر الإنسان؟ لأي شيء؟ يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يقول التسابق الشيخ ناصر مكارم شيرازي في تفسير الأمثل يقول المسابقة عادة ما تكون بين اثنين وأكثر، ما تصير مسابقة بروح واحد لوحده، وإنما تكون المسابقة مثل السباق الآن الموجود الذي نراه في الدنيا يتسابق أكثر من واحد، واحد واثنين وثلاثة وعشرة ومئة ومئتين وهكذا حتى يصل في النهاية واحد وهو أكثر. واحد يصير الأول واحد يصير الثاني واحد يصير الثالث والرابع والخامس والعشرين والثلاثين وهكذا، وكل على حسب ماذا؟ على حسب قوته، وكل على حسب اجتهاده في أن يصل إلى الأفضل، في أن يصل إلى الأكمل. هكذا تعلمنا الآيات الكريمة، وهكذا أيضا نقرأ في الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وقبلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله صل على محمد. ذلك الذي يعلمنا معنى الدنيا. هذا الحديث ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين وهو تلميذ النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله. وأحيانا يكون تنسب هذه الكلمة إلى الرسول الأكرم، فلا مانع من أن تكون إما إلى النبي وإما أن تكون إلى أمير المؤمنين. هي في الواقع خطبة تعرف بأنها من الخطب القصار لعلي عليه السلام، يقول الدنيا دار ممر تمر عليها، شئت أم أبيت أنت مار في هذه الدنيا، خب عشت عشر عشت مية، أنت مار في هذه الدنيا، تخلص مولانا هاي السفرة وتروح إلى سفرة أخرى. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذه. أنت تحتاج هناك عمل، أنت تحتاج إلى عمل، هذا العمل الجهد الذي تبذله في هذه الدنيا مولانا يكون لك هناك الآخرة. شوف العاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أذكر هذه القصة وأنا دائما أذكرها كثيرا على المنبر. السيد عبد الحسين الدستغيث عليه الرحمة في كتابه الذنوب الكبيرة، وهذه الرواية ينقلها عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اسمعوا هذه القصة. هذه القصة تقول أن أحد المؤمنين، أحد الناس، أحد المؤمنين جاءه طائف في المنام في الليل وهو نايم، جاءه طائف في المنام فقال له إن الله سبحانه وتعالى جعل عمرك قسمين، نصفين، قسم عمرك إلى نصفين، قسم في سعة وخير، الله ينعم عليك من جميع النعم، من أنواع الكثير النعم، كثير النعم، وجعل النصف الآخر في ماذا؟ في ضيق. ما يصير كل الدنيا، كل تتصور الدنيا كلها على حال واحد، في الغالب على أن الدنيا تتغير وتتبدل، وذلك لحكمة وذلك لعبرة. فقال له ما تختار أيها الرجل، أنت لإيمانك إحنا خيرناك، الله يخيرك بين اثنين، بين أن تعيش في سعة أول الأمر أو أن تعيش في ضيق ونهاية عمرك تعيش في سعة، وش تختار؟ قال إن لي زوجة مؤمنة أستشيرها، خلني أستشير الزوجة هذه. طبعا الزوجة المؤمنة مولانا من علامات سعادة المؤمن، صح ولا لا؟ وقد ورد هذا الحديث في مواضع كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله. ما استفاد رجل من الإسلام فائدة كامرأة مسلمة إذا نظر إليها سرته. وجه يجيب السرور مولانا، كان أمير المؤمنين، ولا احنا نريد رهني يعني أن نقارن، خلي أمير المؤمنين خلي فاطمة وعلي يعني. لكن ما لنا إلا هم، وإلا وين في امرأة في هاي الدنيا كلها مثل الزهراء عليه السلام، يدخل إليها علي مهموما مغموما فيبتشر لأنها وجهها مولانا، يسبب البشرة، يجيب الفرح، يجيب الأنس. والعياذ بالله بعض النساء إذا دخلت عليها يجيب الغم، يعني لو ما تدخل أحسن، يعني لو في مكان ثاني بعد المسكين عنده مكان ولي ولا على عمره، خلصت المجالس كلها الله يرحم شيخ حسن زي، يقول ليلة اللي عند هديك الأولية نقول له قوم طردي، نقول له قوم بنبند المجلس، مش حاجة لكم قعدوا ليه بعد طبيعي، ها؟ وليلة اللي عند الجديدة من وقت قبل لا يخلص، قبل لا يخلص المجلس طلع عليه أبو لام. هذه فعلا المرأة المؤمنة، المرأة الطيبة، المرأة المطيعة، المرأة في الواقع من علامات سعادة المؤمن. فعلا أربع من الشقاوة، أربع من السعادة، وأربع من الشقاوة. أربع من السعادة من جملة شنو؟ المرأة
مطيعة الدار وسيعة والدابة نفسي من كسكار الحين شو عليك يا جعفر اسمك ابني سجل على كل حال فما استفاد امرؤ من الإسلام فائدة كامرأة مسلمة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها شنو؟ حفظته في أهله وماله وولده. فعلى كل حال قال أنا بعد عندي مرية مؤمنة خلني أستشيرها. كذلك أصبح الصباح هذا الرجال قول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أقبل إلى تلك المرأة قال يا ترى أنا البارحة كذا واحد جاني في المنام يقول لي إن الله يخلي عمري نصفه في خير ونصفه في ضيق فما تقولين أي هون قدم بلا شك نصف في خير أحسن النصف الأول في خير في سعة ناكل نشرب نستانس نسافر نروح نجي قال زين خير على كل حال خلد إلى النوم في الليلة الثانية غيره جاء أخو ذلك الرجل مرة أخرى مختار زوجته قال اختارت أن يكون القسم الأول من عمرها من عمري في خير وسعة فأقبلت عليه الدنيا خير من الله يقول الإمام الكاظم خير من الله أعطاه الله من سعة زين فالتفتت إليه زوجته شوف هني دور المرأة المؤمنة طالب فالتفتت إليه زوجته قالت يا ابن عم أما بعد وقد أنعم الله عليك وأعطاك فلا تنسى رحمك التفت عندك أبو عندك أم عندك أخوان عندك أخوات عندك عموم عندك خالات انفق عليهم مما أعطاك ربك مرة تودي رجلها الجنة مولانا تأخذ بيده إلى الجنة وامرأة والعياذ بالله تأخذ وتودي إلى قعر النار يخفق مولانا لا في الدنيا صدق جعفر ولا في الآخرة لأنه الله عز وجل عنده وعد ويا المؤمن يقول له إذا تنفق إذا تعطي تعطي دينار نعطيك دينار دينارين ثلاثة الدرهم بسبعين درهم تنفق نعطيك إذا أنت قصدك مادي بس مو الآخرة يعني مثلا ما في البعيد بنعطيك في الدنيا ولذلك تشوف كثير من المنفقين مو مسلمين مثلا الله عاطمهم في الدنيا ليش؟ لأن الله تعهد بأن يعطي هؤلاء على قدر شنو؟ إنفاقهم على قدر إعطائهم إلى الناس تلك الدار الآخرة نجعلها للذين بس ما طول للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين عمرها أربع سنوات مولاي أنا كل مرة أقرأ الحمد لله إن شاء الله نتوفق كل سنة نقرأ على هذه اليتيمة على هذه اليتيمة المظلومة المهضومة أحد الخطباء الكبار يقول إحنا نقرأ ورقية ما عندها أنا أشك في هذا الكلام أقول ما عندها زوار لا إن شاء الله عندها زوار موجودين الزوار على طول وزينب ما عدها ما أجزم ما أقول ما عدها لا إن شاء الله موجود وفي ناس كثير ترى ناس تتوجه إلى الأربعين عند الحسين وناس تسألهم يقولون إحنا رايحين عند زينب الله يزورون زينب من زينب مولانا زينب ها زينب أبي زينب اللي يحجون هاي زينب أبي زينب اللي يحجون عني صار البكا والجاح فني لو قرينا على زينب شويه ما يبغى زينب يحجون عني صار البكا والجاح فني
سلات المصاري ما استلمني اتخاطب الحسين عاد والله بياتها تطلع زينب من كربلاها حتى نوصل الى ذيك اليتيمه الصغيره نوصل الى الشاب تقول الشدور يا خويا بيا وجه طبت المدينه لك حاله تساعدها ولا يا خويا بيا وجه طبت كما قالوا اربع او خمس سنوات في الخريبة افاقت بابيه وامي ان شاء الله كل سنة مولاي تقرون ونقرأ الابيات ونعيدها الى ابياتها رقية رقية تصيح بابا مولانا اضب الله اجوركم احسن الله لكم العزاء ان شاء الله مسجلها كل سنة نقرأها في هذا المكان الشريف احسن الله لكم العزاء في الخريبة وقعدت بالليل ظهر حلمت بابيها فصرخ قعدة النسوان قعدة الأطفال الصغار واستمعوا قولها واستمعوا صراخها اش عندك قالت أبغي أبوي سأل الأرذال ماله من ماذا حدث قالوا إن يتيمة من يتامى الحسين جلست بالليل تطلب أبوها قال ودي لها أبوها لعنك الله يا مجرم شنو الوالدي قال ودي الرأس خذوا الرأس إليها أضب الله وجوهكم أحسن الله لكم العزاء بنية صغيرة جاءوا لها بصندوق هذا الصندوق مغطى وجاءوا به ظنت على أن فيه شيئا من الطعام شريخ من الزاد أعظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء لما أن فتح ذلك الصندوق وإذا بها تنظر والدها الحسين رأس الحسين في ذلك الصندوق صرخت وأبته أول ليل What's
وسط الخرابات القيد صيح وبوسط الخرابات القيد صيح مأجور 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 الله يعودك اخذني وداوي
سكت ذلك الصوت. حركوها وإذا بها مفارقة. ومن عظم الرزية الشافتها وسيدتاه. ألا من مناد ومظلومتاه. حق المكر هاي الكلمات شوية سامحني ها شوية تعور قلبه. يقولون فعند ذلك احتاروا في تغسيلها جاءوا بغاسلة تغسلها. كشفت عليها التفتت إلى زينب قالت أني ما غسلها. ليش ما تغسليها؟ قالت مؤخاف أني شوف هذه المتروءات والجروح اللي عليها على مثلها خاف منها. اصرخوا اماما. لك حالة سعد الحسين يلا. يا غايب طال السفر يا غايب طال السفر يا غايب طال السفر يا غايب من غيبته من جهة
المعصومين بنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر او هو اقرب من ذلك يا كريم. فك كل اسير ورد كل غريب وشافي كل مريض واصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم ارزق من ليس عنده ذريه طيبه بحق هذه السيده الجليله رقيه. ارزقهم يا الله ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قريب مجيب. جماعة الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل عملهم أعدنا وإياهم على هذه الليالي والأيام ونحن في أمن وأمان وفي حال أحسن من هذا الحال ببركة محمد والآل. لأرواح موتاكم وموتانا وأموات المؤمنين والمؤمنات ولأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح خدمة أبي عبد الله الحسين ولأرواح من مضى من أهل هذا الجمع الكريم المبارك نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.